مرشح مجلس النواب 2020 تامر عبد الحميد أبو المكارم رقم 40 رمز الراديو عن دائرة طلخة ونبروه بلسان الشباب يعبر عن الشباب صوت الحق الصوت الجريء ابن الأصول ابن الطيبين صاحب الكلمة والعهد تامر أبو المكارم 40 رمز الراديو معنى الرجولة والشهامة والجدعنة رجل الخدمات وليس الانتخابات معنا ابني وطن رجعنا ليكوا في احلى يوم في حياتنا يوم ما ناوي تترشح يا رجوله هنا في دايرتنا تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو علشان مستقبلنا ومستقبل كل ولادنا معروف هنا في وسطينا انه رجل الخدمات خطوته بألف خطوه يعني لهيبه وثبات تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو كله هينزل من بيته يختارك وبالالوفات هو الاصلح لينا من الالف كده حتى الياء كله هيختاره هو لو عملوا اي استفتاء تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو ما فيش حد يروح له في خدمه ويقول له ابدا لا استاذ في السياسه المجد عدن الوصول لو دخل في مشكله صدقت كده قد القول تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو هننزل ونعلم على رمزك لما نشوفه على طول افضل واحد يمثلنا ويتكلم عننا ابن البلد ده حبيبنا ومتربي في وسطنا تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو ابن الطيب انت ملي ساكن قلبنا نازلين 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 عالمكشوف يا سادة كله شايف وسامع المجد ابن الناس راجل جد ومتواضع تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو عايزينك انت وبس وعشانك جاي نبايع السمعة الطيبة ايوة تنضيف الايدين من ناس الشبعانين هنلاقي كده زيك فين تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو بيمثل كل صح وهيختاروا المحترمين كله بيقول عليك مجد طيب طيبة وهتبقى وسط المجلس انت نائب الغلابة تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو انت صادق في الوعد مش زي الناس الكذابة انت اللي ترفع راسنا وانت في وسط البرلمان انت الشهم الطيب الشاب الجد الهمام تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو والوعد اللي بتوعده لينا مش هيكون كلام انت امير القلوب انت جاي وشايل خير في غيابه يقولوا عليه معشوق الجماهير تامر ابو المكارم 40 يا رمز الراديو حاطين املنا فيك اصل الكبير دايما كبير وياك 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 احنا اخترناه مرشحكم تامر ابو المكارم رقم 40 رمز الراديو مع تحيات دي جي المزاريطة حب رجعنا ليكوا في احلى يوم